مشاهدينا الكرام، متابعينا الافاضل، طبتم وطابت اوقاتكم جميعا بكل خير ومحبه وسرور. نحييكم باجمل تحيه صباحيه في انطلاقه هذه الاشواط هنا من هجن اصحاب السمو الشوق على ارضيه هذا الميدان لمسافتنا 6 كيلومترات وشوطنا السادس والخاص بثنايا البكاري هنا هجن اصحاب السمو الشوق. نسير معكم مع هذه الانطلاقات، نسير مع التحديات ونبحر في المراكز الاولى وافراح من تنطلق على الصداره وعلى المقدمه لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بن قوبعة الحميري في التضمير بينما الشاهينيه هجن العاصفه مع غياث الهلالي تاتينا ثانيا وعلى المركز الثالث. تنطلق هنا في هذه اللحظات هملولة من هجن الرئاسة مع حمدان بن محمد بن سعيد بن مرشد تأتينا على المركز الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع والقادمة بهذه الانطلاقة شمعة لسمو الشيخ سيف بن قليبة بسيف آل نهيان وسعيد بن مبارك نهيبي في التضمير بينما الشاهينية هجن العاصفة تأتي خامسا مع غياث الهلالي هملولة القادمة هنا سادسا من هجن الرئاسة حمدان بن محمد بن سعيد بن مرشد في التضمير والقادمة هنا أيضا هملولة أخرى. هذه الانطلاقة هجن الرئاسة حمدان بن محمد بن سعيد بن مرشد في المتابعة من تأتينا على المركز السابع والثامن. المراكز الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي تاسع المراكز هملولة هنا من هجن الرئاسة بمتابعة حمدان بن محمد بن سعيد بن مرشد وعاشرا تأتينا الشاهينية من هجن زعبيل بمتابعة هنا راشد بن محمد بن سعيد بن مرشد. هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى. أول نداء لمراكزنا العشرة الأولى نهى على حضاراتكم لنا عودة شاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى أفراح على الصدارة أفراح على المقدمة وعلى المركز الأول مندفعة بصدارة هذا الشوط لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة طارش بن مبارك بن قوبعة الحميري مضمر الشرق الأوسط من يتابعها على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. مضمر محنة مضمر الشطوطية يأتي بهذا الأداء المميز الجميل هنا هذه الانطلاقة هنا مع هذا الأداء المميز الجميل. المركز الثاني والقادمة الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي من الجانب الآخر هملولة هنا من هجن الرئاسة بمتابعة حمدان بن محمد بن سعيد بن مرشد من يأتينا هنا بهذه الانطلاقة قدم لنا هملولة ويدفع بهملولة أخرى بهذا الانطلاق الجميل هنا مضمر متجمل يأتينا بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل هنا القادمة هناك شمعة من الجانب الآخر تنطلق على خامس المراكز لسمو الشيخ سيف بن قليبة بن سيف آل نهيان مع سعيد بن مبارك لهيبي في التضمير والقادمة القادمة هملولة وكذلك هملولة هنا من هجن الرئاسة حمدان بن محمد بن سعيد بن مرشد في التضمير بهذه الانطلاق ثامن مراكزنا القادمة الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي وعلى المركز التاسع تأتينا الشاهينية من هجن زعبيل مع المتألق من دائما متألق مع هذا الشعار راشد بن محمد بن سعيد بن مرشد سجل ثلاثية جميلة في هذا الصباح بأفضل توقيت يأتي بهذا الشوط أيضا باحثا عن نقطة أخرى متميزة عاشرا هملولة من هجن الرئاسة مع حمدان بن محمد بن سعيد بن مرشد. نعود شاهدينا الكرام إلى صدارة نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول إلى صدارة هذا الشوط.
هنا إلى انطلاقة أفراح المسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة بأداء وعرض جميل مفرح لجماهير هذا الشعار. هنا منطلقة على الصدارة وعلى المقدمة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة طارش بن مبارك بالقوبة، من يتابعها على المركز الأول هملولة من الجانب الآخر، هملولة من هجن الرئاسة حمدان بن محمد بن سعيد بن مروجد في التضمير والعاصفة وهجنها قادمة بنقطتين أيضا هنا في هذه اللحظات مع الشاهينية والشاهينية، رابعا وخامسا مع غياث الهلالي وشمع القادمة، شمع القادمة هنا لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان بشعار الطيارة التي حققت نقطة أيضا في هذا الصباح بقيادة سعيد بن مبارك الوهيبي بوعلي من يقدمها على المركز الخامس. هنا مندفعة هذه الانطلاقة الجميلة سادس مراكزنا مع هنا الالتفاف الأخير لهذا المضمار والشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلال وهملولة وهملولة قادمات أيضا هنا هجن الرئاسة هنا حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد والشاهينية هجن زعبيل وراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد هناك هملولة هجن الرئاسة مع هذا الانطلاق والتحدي الجميل هجن الرئاسة حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد. نعود إلى الصدارة، نعود حيث بدأنا، نعود حيث انطلقنا، نعود إلى أفراح المسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول مندفعة هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. هنا إذا بدت في هذه اللحظات المناوشات، بدت التحديات. هنا الله، هنا الشاهينية من غيرت في هذه اللحظات على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هناك هملولة 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 هنا في هذا الانطلاق والتحدي، هنا أيضا تغير إلى الصدارة إلى المقدمة والمركز الأول هنا بهذه الانطلاقة هملولة هجن الرئاسة حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد والشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي شمع القادمة هنا لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان مع سعيد بن مبارك الوهيبي في التضمير مع الكيلومتر الأخير الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي وخامسا أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبة. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وإلى الصدارة. الله الله، بدأت المناوشات، بدأت التحديات. الشاهينية من غيرت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول من هجن العاصفة مع غياث الهلالي، ولكن عادت هملولة، عادت هملولة هذه اللحظات إلى الصدارة إلى المقدمة إلى المركز الأول إلى صدارة هذا الشوط. الله الله، ثلاثية جميلة بمنظر رائع وجميل هنا الله في هذه اللحظات مع هذه الصورة البرمامية. هنا من تنطلق هذه الانطلاقات، الله هملولة الشاهينية شمعة، الله الله التحدي الأخير السلوم، ولكن هنا التحديات الأخيرة لمن الفوز، لمن الناموس الناموس. الله الله، هنا عادت 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 هملولة، عادت هملولة والشاهينية تحاول وشمعة كذلك في تحديات رائعة، السلوم لمن الفوز والناموس، ولكن هنا الصدارة الصدارة مع هملولة 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 أن تنطلق على الفوز وعلى الناموس. تهانينا هنا للمرة الثانية لهجن الرئاسة، شكرا حمدان بن محمد بن سعيد بن مروجد شاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي وشمعة سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان مع من سعيد بن مبارك الوهيبي، وتأتي هملولة رابعا من هجن الرئاسة، خامسا مع أيضا انطلاقة الشاهينية من هجن العاصفة. نعود مشاهدينا الكرام إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول هملولة هنا من هجن الرئاسة بهذه الانطلاقة الجميلة مع ثاني نقاط هذا الصباح، 9 دقائق و51 ثانية
ستا من الاجزاء من الثانيه. تهانينا وناموس، تهانينا مع ايضا حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد مغمور متجمل منته بهذا الانطلاق المميز، بينما 9 دقائق من التوقيت الزمني ايضا 52 ثانيه، 5 من الاجزاء من الثانيه توقيت الشاهينيه من هجن العاصمه مع غياث الهلالي شمعه من سجلت ايضا هنا 9 دقائق توقيتها الزمني، وايضا 53 ثانيه وايضا او 52 ثانيه 9 من الاجزاء من الثانيه. تهانينا لسمو الشيخ سيف بن خلف بن سيف حبيبي.